أم كلثوم مشروع اتعمل، مش المسلسل، لا الفكرة في حياة أم كلثوم. طلبت من يوسف شاهين فعلا يعمل عنها فيلم مهما بلغت قوته الإبداعية. أم كلثوم هي الجمال والكمال. الجزء العاطفي كان متحفظا تماما فيه، وبالذات علاقتها بمحمود الشريف الموسيقار الكبير. إن الأصابجي رفع المسدس على محمود الشريف في فيلا أم كلثوم. يحسب لإنعام محمد علي أنها راهنت على صابرين. صفوة الشريف وزير الإعلام الأسبق حريص بقوة إنه يسند هذا الدور لنبيل عبيد. أم كلثوم مشروع اتعمل، مش المسلسل، لا الفكرة في حياة أم كلثوم. أم كلثوم كانت مفروض، وطلبت من يوسف شاهين فعلا يعمل عنها فيلم، واتفقوا وصور بعض حفلاتها لما كانت بعد 67 بتعمل حاجة اسمها المجهود الحربي بره في فرنسا، غنت في الدول العربية كثيرة، كانت كاميرا يوسف شاهين وراها. لكن طبعا هذا العمل اللي كان بيكتبه او عمل المعالجه بتاعته سعد الدين وهبه، واظن كان اسمه ثومه، لم يرى النور. بعد كمان رحيل ام كلثوم توقف، بدا نقرا عن انه في اعمال قادمه بعد رحيل ام كلثوم سنه 75، انه في اكتر من فكره لعمل مسلسل فيلم، لغايه ما في سنه 99 جت الفكرة لمحفوظ عبد الرحمن كاتبنا الكبير طبعا، وهو احد يعني كبار كتاب الدراما في عالمنا العربي كله، مع انعام محمد علي، انه نعمل ام كلثوم. طب باي زاوية؟ ام كلثوم زاوية متعددة، سياسية، اجتماعية، اقتصادية، نفسية، ثقافية، فنية. ام كلثوم شعلة والاوجه عديدة. حاول بقدر المستطاع انه محفوظ عبد الرحمن يطل من ام كلثوم على العصر منذ ميلادها. ام كلثوم يعني الشيخ ابو العلا محمد، الشيخ زكريا احمد، الاصابجي، الملك فاروق، حتى الملك فؤاد لحقته، كل دولت، جمال عبد الناصر، محمد نجيب قبل جمال عبد الناصر، انور السادات. فانت مع شخصيه من كل النواحي، مصطفى امين، علي امين، كامل الشناوي، طه حسين، يعني العالم كله هتراه من خلال ام كلثوم. طب اين ام كلثوم؟ هي نتاج كل ده. محفوظ عبد الرحمن بقدر المستطاع حاول ان الاطلالات تبقى بتلك الزوايا. حتى كان الشيء الجميل في هذا المسلسل انه الموسيقى، موسيقى التتر، كانت عبارة عن جزء مثلا رق الحبيب بتاعت الأصابجي، هاجرتك لرياض السنباطي، وأشياء أخرى قدر يدفر منها عمار حالة إبداعية خاصة. أم كلثوم تحمل رسالة، ولا تزال هذه الرسالة، إن الفنان ممكن يبقى أبعد من قوته الإبداعية مهما بلغت قوته الإبداعية. أم كلثوم هي الجمال والكمال، الجمال الصوتي والكمال الصوتي، ونادرا ما بنجد من يجمع بين الحسنيين، لكن أم كلثوم جمعت. يعني عبد الحليم أو نجاة أصوات جميلة، لكن الكمال حاجة تانية، في أصوات كاملة لكنها ليست جميلة. أم كلثوم عندها الناحيتين.